مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا في ملف إيمان، 26 سنة للأم ديالها اللي كبرتها هي والأب ديالها قبل ما يتوفى الأم. بطبيعة الحال الأب توفى هو الأول، من مورا توفت الأم قبل بثلاث أيام، قالت لها السر اللي صدمها بشكل كبير. قالت لها أنا ماشي أمك وهذا ماشي باك، صحابة الدنيا عند إيمان. تبعتوا معنا الخطوات ديال هذه القصة، سواء للأم الأولى اللي بانت تنكون أنا هي الأم ديال إيمان، وكذلك فاتحة. ونرجعوا للسر المهم اللي أعطانا الخيوط، هي المرحومة الله يوليها برحمة الله اللي ربت إيمان، أعطتها واحد الطريق. قالت لها سولي حافظة ومحجوبة عندهم السر. تبعتوا معنا الخطوات مع محجوبة، أعطتنا شوية معلومات، تناولنا الموضوع كذلك في الأخير مع حافظة اللي كتعتبرها الصندوق الأسود. وصراحة الصندوق الأسود هي حافظة. حافظة تواصلت معها في الهاتف كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق، وهنا بين قوسين قلت بأنه 30% كنوصلوا الخبر ونوصلوا الصوت ديال إيمان، ولكن الدعم القوي مجهود الله عز وجل والمغاربة لم يكن كلاما فضفاض لا يستدل على وقائع، إنما كلام دقيق وأعلم جيدا ما أقول. مشاهدين الكرام، أنا غادي نقولها بالدارجة المغربية، كل ما هو مسلم والمغاربة الله يرحم لهم الوالدين في الدنيا وفي الآخرة، إيمان وصلت للهدف، وصلت للأم ديالها. كيفاش؟ انطلاقا من الفيديو ديال حافظة، أعطتنا واحد الاسم زيانية، أعتقد زيانية المغاربة، الله العظيم إلا ما عرفت شنو غادي نقول. في نفس حوالي ساعات، وضعنا الفيديو في 8 مساء تقريبا، في حدود 11 ليلا، المكالمات كثيرة كتجي الإيمان، عطاوها المعلومات على الزينية بلا توفات حوالي 17 سنة، وتواصلوا معها وقدروا يوصلوا للخيط. الجميل في الموضوع الأسباب تختلف والغاية واحدة. سيدة من فرنسا ربطت الاتصال بإيمان وعطتها خيوط، إيمان لم تتوانى، مكالمات مع الناس في الليل، قالت لي مسكينة ما نعستش، كل شيء كيتكلم معها، كل شيء الهدف الأسمى عنده أنه ذاك الوعد وذاك الموقف اللي ما يتنساش، وهذا شيء متعارف عليه. أنا بكثرة الفرحة في الموضوع اللي أرتبكوا في الكلام، المغاربة نوضوا قيامة على إيمان، ولا غد ليه إيمان غادي تنتقل لهذاك الدوار اللي هو عبد الله بن الحاج. انتقلت ليه رفقة حبيبة، وقدروا يوصلوا للابنة ديال الزيانية اللي توفات، وتما كانت المفاجأة. تبعوا معايا، إيمان فرحانة ومرتبكة. المغاربة مجهود كبير، كلام اللي قلت لك البارح صحيح، قلت لك الدعم الله عز وجل والمغاربة، كما جابوا فاطمة، كما ورونا فاتحة، كما الآن قلنا الزيانية. وكانت عندي صعوبة أننا كيفاش غنوصلوا لها، كنشوف مبدئيا، ولكن اليقين عندي واثق بأنهم المغاربة قادرين. تمكنوا بمجهودهم، وصلتي لبنت الزيانية، تما عرفتي الطريق، يلا عاودي ليا. أنا كيف ما تحط الفيديو البارح، من بعد ماشي بزاف ولا الاتصالات كيجيوني بزاف، كيقول لي يا إيمان واش متأكدة من هاد الزيانية، واش كاينة في عبد الله بن الحاج؟ قلت لهم أنا، من الفم ديال حافظة هي اللي قالتها لي، قالت لي أن الزيانية راه كاينة في عبد الله بن الحاج، في الكاريان ديال عبد الله بن الحاج. قال يا إيمان إلا كنتي إلا كانت هاد الزيانية اللي حنا كنعرفو راها ماتت، ولكن راها عندها بنتها، وكنتمنوا إيمان تكون هاد الإبنة ديالها عارفة شي معلومة، أولا قايلة لها الأم ديالها شي حاجة. أنا في هذاك الوقيتة ارتبكت، كنقول كيفاش عاوتاني نفس ثاني الموضوع، غادي نعاوتاني غادي نبقى ثاني غادة مع هاد الزيانية عاوتاني، واش لقاها أولا ما لقاهاش، واش غادي تكون كاينة في هذاك عبد الله بن الحاج أولا ما كايناش. من بعد جاني اتصال، ومن هنا كنقول شكرا للناس داخل المغرب وخارج المغرب اللي تفاعلوا معايا من نهار من اول فيديو حتى لحد الان، وبالاكثريه هما دائما متفاعلين معايا، واكثريه البارح الناس اللي كانوا ساكنين في عين السبع وعارفين عبد الله بن الحاج، كيقول لي ايمان واخا حنا ما بقيناش ممكن اننا نصيفطوا ناس اخرين انهم يقلبوا لك،
ومن هنا كنقول لهم شكرا، وشكرا لهم بزاف وخيرهم عمرني ما غنساه. وبالخصوص واحد السيده اللي عيطت لي البارح في الليل، قالت لي انني، قالت لي كنعرف انا هاد الزيانيه، قالت لي ولكن ايمان هاد الزيانيه قالت لي اللي راك قالوا اللي قالت لك حافظه عليها راها ماتت الله يرحمها. قلت لها كيفاش سميتو؟ قالت لي اه ماتت. قالت لي وهانتي؟ قالت لي الحاجه الوحيده انا ايمان غادي نعطيك كل شيء، غادي نعطيك فين غادي تمشي بالضبط، منين غادي تدخلي، غادي تسولي. عطاتني الاسم ديالها، عطاتني الاسم ديال الزيانيه، عطاتني كل شيء. من بعد مشينا الغد لي انا والخاله ديالي، مشينا من وصلنا لتما لقيت اللي قلنا الاسم ديالها الناس عرفوها وقلنا راها ميته. عيالات ولا رجال غير سمعوا الاسم ديالها قال لك اه راها كاينه هنا الزيانيه ولكن راها ميته ولكن كاينه بنتها. داونا حتى لدارهم، كنقول لهم شكرا وشكرا بزاف. داونا حتى للدار دا عند الزيانيه، مشات لخالتي مع الناس. من بعد مشاو ما لقاوهاش، ما لقاوش الابنه ديالها في الدار. من بعد عطوهم النمره ديال عطوهم النمره ديال التليفون باش حنا نتواصلوا معاها. هذاك الشيء اللي درت، تواصلت مع الابنه ديال الزيانيه اللي كنقول لها شكرا وشكرا بزاف، حتى هي خيرها ما غاديش ننساه، حيت هي بالفضل ديالها انني وصلت الخيط اللي كان خصنا نوصلوا ليه واللي كنا بغينا نعرفوه من شحال هذه، لا انا لا المغاربه لا كل شيء. وبالفضل ديالها قالت لي شكون كيفاش عطاك، شكون عطاك النمره ديالي وهذه. انا قلت لها غير الناس اللي عطاوني الرقم ديالك، انا بغيت غير نهضر مع الام ديالك. قالت لي الام ديالي راها ميته. قلت لها انا بغيت غير نسولك، قلت لها الله يرحمها، قلت لها انا بغيت غير نسولك واحد السؤال ما عرفتش. قلت لها تكون قايله لك شي معلومه اولا شي حاجه. قلت لها انا الناس اللي والدين ديالي اللي كانوا والديني راهم ماتوا، من بعد عرفت قبل ما تموت الام ديالي قالت لي انني ماما انا غير مربياك. قلت لها ومن بعد قلت لها واحد السيده اللي سميتها حفيظه هي اللي عطاتني الاسم ديال الام ديالك. يعني عاودتي لها القصه المعلومات، عطاتيني الجواب دابا ديال الابنه ديال الزيانيه اش قالت لك؟ من دوات معايا قالت لي ايمان اشنو سميتك؟ قالت لي اشنو الاسم ديالك؟ قلت لها الاسم ديالي ايمان. من بعد قالت لي انا غادي نعاود نعيط لك. عاودت عيطت لي قالت لي ايمان، قلت لها نعم. قالت لي شوفي، قالت لي راه من هنا واحد شويه غتعيط لك واحد السيده. قلت لها سميتو؟ قالت لي واحد السيده اللي هي الخاله ديال الام ديالك غادي تعيط لك، وجميع المعلومات ايمان اللي بغيتي راه غادي تعطيهم لك هي. انا قالت لي درت واحد الخير اني وصلت المساج ديالك لهاد السيده الله يجازيها بخير. كنقول لها شكرا البنت، الابنه ديالها، كنقول لها شكرا وشكرا بزاف حيت هي اللي وصلت لي هاد المساج. ابنه الزيانيه، الابنه ديال الزيانيه اللي هي وصلت لي هاد المساج للخاله ديال الام ديالي. تما اعتقد تما فاش ربطتي بيا الاتصال وكنتي كتبكي وتتسناي شويه جاتك تليفون، يلا عاودي لي داك التليفون كيف. من بعد فاش عيطت لك انا، فاش قالت لي ان غادي يوصلك اتصال، بقيت ديك الساعه مرتبكه، بقيت كل اللي كنترعد كنقول هذا الاتصال اللي غادي يوصلني واش غادي نوصل للحقيقه به او لا. من بعد واحد ساعات المكانه كيصوني لي التليفون، كتهضر معايا واحد السيده كتقول لي ما ندويت معاها. قالت لي واش ايمان هذه؟ قلت لها اه ايمان. قالت لي انا هي الخاله ديال الام ديالك. من بعد ما قد صدمت، جاتني صدمه خلعها فرحه في نفس الوقت، ما قدرتش انني صافي وليت كنقول واش اخيرا غادي نوصل للحقيقه او لا. من بعد قالت لي الام ديالك، قالت لي سميتها، قالت من دوات معايا الخاله ديال الام ديالي، قالت لي انا الخاله ديال الام ديالك للاسم ديالها فتيحه. قالت لي الزيانيه كنت انا وياها والام ديالك فاش عطيناك الزيانيه، كنا حنا قالت لي بثلاثه جبنا. قالت لي الولدات، قالت لي ولدات في محمد الخامس، قالت لي خديناك من خديناك من تما ديناك الزيانيه. من بعد الزيانيه عطاتك لواحد السيده كاينه تما في الكاريان، في حدا الكاريان ديال عبد الله بن الحاج. من تما ما بقاتش عارفاش عليك شي حاجه. من بعد انا
كنقول لها شكرا وشكرا بزاف، حيت بالفضل ديال هاد السيده لانني اخيرا لا انا للناس اخيرا عرفنا عرفت الحقيقه، وبان الام ديالي كاينه. وسمعت قالت لي اه، قالت لي كاين الام ديالك وعطاتني الاسم ديالها. انا غادي نكمل معاك مشاهدينا الكرام، احتراما لهذه الام انا عندي المعلومات سميتها وفين ساكنه وكيفاش، ولكن غادي نخليها في سؤال. الا كانت مزوجه، هذه قصه دازت على 26 سنه، من الصعب اني ننشر المعطيات حفاظا على هذه السيده. وفي نفس الوقت انا معاها وكنتالم والله العظيم، المعطيات كلها عارفها انا. هنا غادي نشوف معاها واحد الجانب ثاني. في الاخير قالت لك انا خالت امك وغنوصلك لعندها، قالت لك وغتشوفيها، وقالت لك انا خالتها وكتحشم مني. قالت لي، قلت لها عافاك، طلبتها قلت لها عافاك عاونيني انني نوصل لها. قالت لي شوفي، قالت لي كوني هانيه من جيت ودويت معاك. قالت لي من دويت معاك وكل شيء، قالت لي انا غادي نعاونك وغادي نوصلها ونوصلك الام ديالك. قالت لي انا، قالت لي كتحشم مني وكتحشم مني بزاف، قالت لي انا غادي نعيط ليها انها باش تجي عندي، قالت لي حيت هي بعيده مني باش انها تجي عندي. قالت لي وديك الساعه من غتجي عندي غنعاود ليها كل شيء، وقالت لي انا غادي نعاود ليها كل شيء. قالت لي ومن بعد حنا غادي نجيو حتى لعندك. وانا كنقولها من هنا شكرا وشكرا بزاف. هنا كيطرح سؤال غيطرحوه الناس، غيقول لك شنو هو اليقين باش نعرفتي هذه هي امك؟ انت عندك معطيات قولي لي. المعطيات اللي عندي كانوا من قبل، عيطوا لي شي ناس اللي انا كيف ما عيطت لي فاتحه، عيطت لي فاطمه، عيطوا لي الناس اخرين، كل واحد شنو كيقول لي راه الام ديالك راه كاينه هنا، راه كاينه في هذه المدينه، راه كاينه في هذه المدينه. كانوا عيطوا لي واحد الناس من قبل، قال لي راه الام ديالك راه سميتها فاتحه وبنت الخميسات. وانا هاد الخاله ديال الام ديالي اكدت لي، حيت انا سولتها قلت لها شنو سميتها، قالت لي سميتها فاتحه. قلت لها شنو هو الاصل ديالها، قالت لي بنت الخميسات. قالت لي قالت لي هي بنت الخميسات، ودابا حاليا قالت لي ما كايناش في الخميسات. وانا كنقول لها شكرا حيت بهذا لكن هي قالت لك اش من مدينه فين كاينه دابا، وقالت لك كل شيء اللي عارف انا وياك. قالت لي فين كاينه اشنو قالت لي كل شيء، قالت لي فين ساكنه دابا حاليا، اي حاجه قالتها لي. وانا كيف ما كنقول انا ما نقدرش، انا ما نقدرش انني نقول شي حاجه اللي نقدر ان نادي بها شخص اخر او لن بزاف د الحوايج. المهم انا عندي هو نوصل الحقيقه اللي انا صافي كنقول حنا وصلنا ليها، وانني غادي نعرف. وهذيك الساعه ما باغا منها حتى شي حاجه، انا الحاجه الوحيده اللي باغا وكنقولها وكنقولها في اي فيديو قلتها، انا باغا نعرف غير الحقيقه، من باغا نعرف غير شكون هي، بغيت غير نشوفها اول مره واخر مره، هذا الشيء اللي باغا. دابا مبدئيا طمأنيتي، دابا انت كتبكي ولكن الطمأنينه كاينه. هذا الخيط اللي وصلنا ليه مهم، وبهذه الادله والطريقه باش عطاتك المعطيات، يعني هي بهذه الادله وبهذه المعطيات اللي عطاتني، هي الام ديالي. وانا هذا البكاء اللي راني كنبكي بالفرحه في نفس الوقت الخوف، وهذا الشيء كامل هذه المجهودات وهذا الشيء كامل بالفضل ديالكم نتوما، بالفضل ديال المغاربه اللي الله تعالى المغاربه، بفضل الله وفضل المغاربة وفضلكم نتوما، حيت نتوما اللي وصلتوا الصوت ديالي للمغاربة اللي داخل المغرب وخارج المغرب، حيت كون ما كانش هكا ما كنتش انا غادي نعرف الحقيقة من الاول حتى الاخر. وانا كما كنقول باغا نعرف، باغا غير نشوفها، محدي انني عرفت دابا، باغا نشوفها غير اول مرة واخر مرة، شي انا اللي بغيت وقلتها حتى للخاله ديالها. قلت لها هاد من اول مره واخر مره، يعني بحال كتصيفطي واحد الرساله كتقول في حالتي الا ما بغاتش، ولا انت القرار ديالك، انت اللي بغيتي تشوفها مره واحده وما تشوفهاش مازال، ولا انت كتقولي في حالتي الا كنت غنسبب ليها انا اشكال انني بلا ما نحرجها. نفهم شنو بغيتي تقصدي في هادي؟ في الحاله الا كانت مزوجه بولادها ما نبغيش انا نجبد ليها الصداع. إذا كان العكس وكان الزوج ديالها مثلا كانت مزوجة ولا هذا وخابرة بأنه عنده واحد البنية وهذا وهذا، كيفاش تكون العلاقة ديالك بها أنت تكون مزيان؟ وأنا من هنا كنقول لها أنا مسامحة لك. سيري الله يسترك في الدنيا وفي الأخيرة.
إيمان استثناء والله العظيم، طيبوبة واحد ربي سبحانه وتعالى عطاه واحد، عطاه واحد 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 الخاطر وكتنسى هاد المأساة صراحة اللي دوزات، وكتقول لما أنا مسامحك الدنيا وآخرة، رغم أنه هي ليس لها سبب في القصة كاملة، ما عندهاش حتى صفر رسالة صفر في المية ديال الخطأ، ضحية أخطاء. حبيبة وصلت للأم إن شاء الله. الحمد لله بالفضل ديال الناس وديال تنشكرهم من هاد تنشكرهم بزاف، توصلنا لهاد السيده اللي اتصلت بينا اليوم، عطاتنا البهدله راس الخيط. الحمد لله الخاله ديال الام اللي ولدت ايمان عطاتنا، قالت لي غادي نوقف معاك تتوصلي للام ديالك. ايوا هادشي اللي كاين والحمد لله، حنا ارتحينا شويه. شنو اللي عندك فيه اليقين انت بانه هاد السيده اللي من الخميسات هي امها؟ دابا اللي تكلمت معها خالت ماما الاصليه، دوات معها بشكل مباشر ووعدتها، وانا سمعت الكلام من بعد داكشي اللي قالت ليها، يعني السيده كتخاف الله، وقالت لي انا مستعد، قالت لي انا مستعده انني غنوصلك للام تشوفها وتشوفك، والام هي تروي لك القصه كيفاش وقعات واسباب ولما لا، انه تقدر تعطي المعطيات على الاب شكون هو. المهم هو انه الخطوات غاده وصلت للهدف هو الام، مجهود الله مكتوب رب العالمين ومجهود المغاربه. يعني كيفاش كتشوف، شنو هو اللي عندك اليقين تي بانه هاد السيده في خميسات هي امها؟ كنا حنا كدا نسمعوا دوك هاد البنت راها من الخميسات، فايتين الناس تيعيطوا لينا وتيقول لنا راه هذيك السيده راه من الخميسات وراه سميتها فاتحه، وكانوا عندنا زعما هاد المعطيات كانوا عندنا كنا عارفينهم، والناس بزاف تيعيطوا لنا تيقول لنا هاد المعلومات الله يجازيهم بخير. ودابا اكدت لينا هاد الخاله ديال الام ديالها، اكدت لينا راه هي الام ديالها وراه غتوصلها للحقيقه وغتوقف معها تتلاقى مع امها، والله يجازيها بخير تنشكرها. الحمد لله هنيئا لك ان شاء الله. وحنا متبعين معاك مشاهدينا الكرام، كاين سؤال اخر كيتطرح وغادي يطرحوا الراي العام بقوه. السؤال اللي عطيت الحبيبه قلت لها شنو هو اليقين اللي عندك بالصح بانه هذه هي الام؟ عطتني جواب، ولكن عندي انا واحد الاستثناء اخر. هاد السيده اللي هي الابنه ديال زيانيه، ما شافتش الفيديوهات في اليوتيوب، ما عرفاش القصه، هذا اولا. ثانيا هاد السيده اللي الابنه ديال زيانيه ربطت بها اتصال، اللي هي الخاله الام الاصليه ديال ايمان، حتى هي ما شافتش الفيديوهات وما عرفاش بانه هذا الموضوع قصه فيها الرأي العام متبعة بقوة. هذا جانب ثاني. هنا شنو التحليل اللي غادي يبان لي أنا؟ أنه الجواب التلقائي ديالها، عندهم معطيات الإبنة ديال الزيانية وكذلك هاد السيدة، مجرد قالت لها السؤال الأول سميتك إيمان، قالت لها العام فاش دزتي كذا وكذا. والجميل أنه هاد الخالة، أو إذا صح التعبير هاد عفوا الخالة ديال 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 الأم البيولوجية، قالت لها انا كنت حاضره، يعني شاهده، قالت لها كنت حاضره عن من خديناك عند حافظه، وها كيفاش عطيناك، وها الدوار فين في عين السبع، وها كيفاش عطاتها امور بالتدقيق الممل. يعني ما يمكنش يكون هذا الشيء صدفه، بناء على معطيات تخادت قبل من عند ناس كيقولوا لها فاتحه الام الاصليه ديالك هنا في الخميسات. والدليل كذلك كما اشرت في السابق انه هاد الناس ما عارفينش الفيديو ديالها في اليوتيوب، وما عارفينش يعني ما سمعوش القصه اللي غادي نقولوا خداو من هنا ولا من هنا باش يقدروا يكونوا الصوره. جاوبوا جوابا تلقائيا، يعني الخيوط اللي عطاتنا حفيظه صحيحه، قالت لينا زيانيه. علاش تختار زيانيه بالضبط؟ ما شفتهاش سنين طوال، توفات حوالي 17 سنه. الابنه ديالها لم تتردد ولو ثواني في الرفض، تفاعلت مع ايمان وحست بها وشافت الوضع الصحي ديالها وشافت كذلك الخاله ديالها، ربطت الاتصال بهذ السيده، هذ السيده اللي هي الخاله ديال فاتحه اللي هي الام الاصليه ديال ايمان، عطتنا معطيات. والدليل كذلك ان عطتها ادله وعطتها الهاتف ديال 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 يعني ديال السيده، تكلمت معها خلات لها الهاتف، وفي نفس الوقت عطتها العنوان وعطتها لادريس وعطتها الوضع الاجتماعي ديال هاد فاتحه اللي هي الام الاصليه ديالها، عطتها كل شيء. هذا ان دل على شيء انما يدل على حسن النيه ديالها، هذا امر ما فيهش نقاش. هنا الختم، الشكر الجزيل.
والله العظيم الجل مغاربة في المغرب وخارج المغرب، والجالية مغربية بقوة اللي كيبكيو وكيتألموا مع القصة إيمان. والدليل على كلامي أنه الآن كنشوفوا المستحيل أصبح حقيقة. مشاهدينا الكرام، هذا الموضوع مكتب رب العالمين بإيمان، ما كناش عارفين. تفاجئت بزاف القصص كتعيشهم معايا، لم أكن يوما ما أتوقع أن تكون فاطمة هي اللي غادي تكتشف البنات ديالها مجهود الله والمغاربة، وكذلك فاتحة ومني بنت الابنة الثانية، والمجهود الكبير ديال المغاربة في التعليقات في التواصل مع إيمان انطلاقا من المعطيات اللي كنوصلوا لها كنوروا بها الرأي العام، سواء من عند محجوبة ومن عند حافظة. إلا أن الخيط الأخير، الشكر الجزيل مرة أخرى لجميع الحقوقية في أسفي، وكذلك الجيران اللي عطوا وعد وفوا به، وصلوا عند حافظة، توصلت في الهاتف، وصلت الشهادة ديالها، عطاتها اسم الزيانية اللي المغاربة داروا مجهود جبار وتحدوا الصعاب، وصلوا لهاد الزيانية. توفت الله يولا برحمة الله، لقوا الإبنة ديالها، الإبنة ديالها الله عز وجل طمأن لها القلب ديالها وخلاها انها تفاعل مع البنيه وتعطيها معطيات وتربط الاتصال، ومن ذاك الاتصال في حوالي ساعه كتجاوب السيده، كتفاجئها كتقول انت ايمان كذا وكذا، خدات عندها معطيات، قالت لها نعم هادشي اللي قلتي كاين، قالت لها انا هي الخاله ديال الام البيولوجيه ديالك اللي هي فاتحه، وعطتها المعطيات وعطتها وعد شرف ان عما قريب غادي تكمل الخطوات بانها غيكون لقاء بين ايمان والأم الأصلية، وهذا ما أتمناه. مشاهدينا الكرام، يعجز اللسان عن التعبير، الله العظيم واش غادي نقول لكم، كل من ساهم أو ساعد فالموضوع أجر محسوم مع رب العالمين. للتواصل أكثر في الملف غادي نوضع رقم الهاتف ديال الإيمان، ونحن دائما على تتبع الملف، وسوف نوافيكم دائما بالحلقة الأخيرة يا رب تكتب، هو اللقاء بين إيمان وفاتحة اللي هي الأم الأصلية. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.